الحقيقة تبان. مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم حلقه جديده في النور. النهارده الاثنين 3/9/2018، برحب بحضراتكم. عندنا النهارده فقرتين للحوار. الفقره الاولى هنتكلم فيها عن مشاركه مصر في منتدى الصين افريقيا، والحقيقه انه هذه المشاركه تاتي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد رفيع المستوى بناء على دعوه الرئيس الصيني له. هذا المنتدى بيعقد بحضور حوالي 20 من قاده الدول الافريقيه. طبعا بيعد هذا المنتدى من أهم المنتديات التي تعمق العلاقات الاقتصادية والسياسية ما بين الصين وما بين عدد كبير من الدول الإفريقية. وطبعا كانت بداية هذا المنتدى في عام 2000 بمبادرة من دولة الصين. عن أهمية مشاركة مصر في هذا المنتدى والفوائد اللي هتعود على مصر وعلى القارة الإفريقية من المشاركة في هذا المنتدى، للصين تحديدا بتركز على الدول الأفريقية، ايه شكل الاستثمارات المتاحة، ايه شكل التعاون المشترك ما بين الصين وما بين الدول الافريقية، ده هيكون موضوعنا الرئيسي النهاردة مع العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. عندنا فقرة تانية نتكلم فيها عن الخبر اللي نشر منذ عدة أيام، كانت شركة إيني الإيطالية أعلنت اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية. والحقيقة احنا عندنا عدد كبير من الاكتشافات في الأونة الأخيرة تحديدا في منطقة الصحراء الغربية. عن أهم الاكتشافات الحديثة وأهميتها ووضع مصر على خريطة الطاقة في العالم هيكون كلامنا النهاردة مع دكتور جمال الأيوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية. دي فقراتنا النهاردة بشكل سريع، وخلونا قبل ما نبدأ الأخبار معانا طلب تبرع. مطلوب متبرع بكولا فصيلة الدم بموجب على أن يكون السن من 25 ل 50 سنة والجسم يكون متناسق وخالي من الأمراض. أرقام التليفونات 012-84-75-4366 أو 012-078-13104. طيب احنا معانا استغاثه، استاذ هاني من سوهاج، اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. حضرتك انا عندي ابني متغيب من يوم 5/4/2018. ياه. 5/4/2018. بدري حضرتك، احنا محافظه سرعات مركز سنة قريه كوم غريب. حضرتك الطفل ده اختفى فجاه، اعتبر من عند البيت، ومن يوم 5/4 حضرتك وانا عامل له عمليتين في قلبه. يعني حضرتك من ساعة ما اختفى الطفل لا انا ليا مشاكل مع حد ولا ليا اي عداوات مع حد خالص حضرتك، والعيل اللي هو الطفل دوت انا عامل له عمليتين قلب مفتوح حضرتك. هو عنده قد ايه؟ عنده 11 سنة في سنة رابعة ابتدائي. ياه. طب انت لما بلغت يعني دوروا في الاماكن اللي ممكن متوقع انه يكون موجود فيها، يعني الشرطة ساعدتك بشكل او باخر؟ لا حضرتك ما فيش تحرك من الشرطة خالص حضرتك خالص. احنا عملنا محضر من يوم 6/5 حضرتك، من ساعتها ما فيش اي استجابه خالص لغايه وقتنا هذا. وما فيش حد كلمك في التليفون مثلا طلب فديه؟ لا حضرتك خالص، لا حد اتكلمنا ولا فلوس ولا اي حاجه خالص، ولا نعرف احنا مكان الولد ده فين. طب في صوره للولد؟ في صوره حضرتك. طب يا ريت تبعت لنا الصوره دي عشان نعرضها. ماشي يا فندم، حاضر. ان شاء الله يرجع بالسلامه، ان شاء الله يرجع بالسلامه. الله يخليك، يا ريت توصل صوت للمسؤولين حضرتك عشان ده عيل مريض بياخد علاج حضرتك بيتعالج. نديه علاج لغايه وقت هذا، والله العظيم الواد يعني تعبان. ربنا يرجعه لك بالسلامه، وطبعا يعني بنناشد كل الساده المسؤولين، يعني دي حاله انسانيه قبل ما يكون عمل إجرامي خطف طفل، لكن كمان دي حالة إنسانية إنه الطفل مريض وعنده مشكلة في القلب. إن شاء الله يرجع بالسلامة يا أستاذ هاني، وياريت تبعت لنا الصورة علشان نعرضها. أنا بشكرك. معانا مدام إلهام من أسيوط، تفضلي يا فندم. ألو. أيوة تفضلي. مساء الخير مدام نانسي. مساء النور، تفضلي يا فندم. أنا كنت عايزة بس عن طريق برنامج في النور أبلغ بس عن سرقة عربية جوزي يوم 8/8. فين بالظبط؟ إيه؟ فين بالظبط؟ في أسيوط حضرتك. أسيوط. وفي شارع حيوي جدا، شارع سيتي في شركة أولتا. واتسرقت الساعة 4 الفجر، وأنا كان جوزي تعبان وكده، ونزلت في أسخن العربية ما لقيتهاش. بعد سرقتها ب يعني الساعة 1:30 بالظبط كنت عند العربية وما لقيتهاش، وبنفس في وقتها وكانت على اسم أول أسيوط،
للاسف يعني ما فيش حد يعني. قعدت اناشد، انا عملت البلاغ وكل حاجه وعملوا لي المحضر، قلت لهم من فضلكم انا عايزه حد يخرج معايا على اساس نفضي الكاميرات قبلها بثلاث اربع ايام، لان العربيه كانت ركنه قبلها بثلاث اربع ايام. ما فيش حد اتحرك معايا خالص، قالوا لي لا انت شوفي انت الكاميرات وكده، لكن المحلات طبعا ما قدروش يعني، لازم تصريح من عندهم، لكن ما فيش. وكانت بقى كل ما اقول لهم لو سمحتوا يلا يلا اتحركوا، الكاميرات الهاردات هتتمسح تلقائي، كنت ما بلاقيش غير كلمه واحده بس، ان احنا حضرتك جايه في وقت مش مسموح عشان تامين سياده الريس عبد الفتاح السيسي جاي اصلوس يوم الاحد. فانا نشدت وزير الداخليه وبناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشدت على صفحته وقلت له، قلت له حضرتك يعني دي يعني حضرتك هتقبل ان عربيه ب 350 الف جنيه ودي فاتحه بيت، ومش فاتحه بيتي انا بس، لا في ناس كل شهر بتروح لهم حاجات معينه وكانت فيها بضاعه ب 180 الف، يعني المبلغ معدي 500 وي. وكانت فاتحه بيتي انا وبيوت ناس كتير. انا بناشد السيد الرئيس بقول له يعني على اساس ان حضرتك تيجي اسيوط تشرفنا وانت جاي بين اولادك. هي دي مسؤوليه الامن، دي مسؤوليه مدير الامن يا مدام الهام، دي مسؤوليه مدير الامن. يعني احنا بنناشد السيد مدير الامن، هو الحاجات دي مسؤوليه الامن. يعني لما عربيه تتسرق، لما ولد يتخطف. اتفضل مشكوره مساعد مدير الامن، صدقيني يعني انا مساعد مدير الامن بس بعد وقت معين، يعني بعد مضي كذا يوم، لكن طبعا اتدخل بس. وهم لما جو يعني واهتموا كده في الاسم اول بالموضوع، كان للاسف الكاميرات اتمسحت، الهاردات اتمسحت تلقائي، وما فيش اي حاجه عشان يشوفوها، كانت اتمسحت تلقائي. فانا طبعا نشدت وزير الداخليه برضو على اساس اقول له يعني هو البلطجيه في اسيوط بيتقوى من الداخليه ولا ايه، ولا احنا مش عارفين يعني. كل يوم حادثه سرقه، كل يوم حادثه واحده، لا حادثتين ثلاثه اربعه. أنا بشكرك جزيلا يا مدام إلهام، وبتمنى أن شكوى حضرتك تكون وصلت. شكرا جزيلا لحضرتك، وخلونا نبدأ الأخبار. وأول خبر 23 سبتمبر، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل أسقف دير الأنبا مقار. حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت جلسة 23 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين وائل سعد توادروس الراهب سابقا باسم إشعياء المقاري والراهب فلتأوس المقاري لقيامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا مقار بوادي النطرون، وذلك أمام الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار جمال طوسون. كان نائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر بإحالة المتهمين وائل سعد توادروس والراهب فلتأوس المقاري إلى المحكمة الجنائية لقتلهما الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أنبا مقار بوادي النطرون، بعد أن أنهت نيابة استئناف الإسكندرية تحقيقاتها في واقعة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أنبا مقار. نروح للخبر الأبرز النهاردة طبعا، ومشاركة مصر في منتدى الصين إفريقيا، وافتتحت اليوم الاثنين في بكين أولى فعاليات هذا المنتدى، منتدى التعاون الصين إفريقيا فوكاك في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من القادة الأفارقة والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الإفريقية و27 منظمة دولية وإفريقية. تأتي قمة هذا العام تحت عنوان الصين وإفريقيا نحو مجتمع أقوى ومصير مشترك من خلال التعاون المربح للجميع. وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت في وقت سابق أن الصين حافظت على موقعها كأكبر شريك تجاري لإفريقيا لتسعة أعوام متتالية، وأن الخطط العشر الكبرى للتعاون بين الصين وإفريقيا التي تم الإعلان عنها في قمة جوهانسبرغ لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي عام 2015 تم تنفيذها بالكامل. كمان الرئيس الصيني الحقيقة أكد أن الشعب الصيني يكن كل الود والاحترام لشعوب إفريقيا، مؤكدا التزام بلاده الكامل باللقات الخمسة. ايه هما بقى اللقات الخمسة؟ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية بعكس ما دول أخرى الحقيقة عشان تساعد بعض الدول الإفريقية بتتدخل في شؤونها الداخلية. اللقة الثانية عدم التدخل في استكشاف الطرق التنموية التي تتناسب والظروف الوطنية لكل بلد.
فضلا عن عدم ربط أي مساعدات بالشروط السياسية وعدم السعي لكسب مصلحة سياسية لنفسه خلال الاستثمار والتمويل في إفريقيا. تعهد أيضا الرئيس الصيني خلال كلمته النهاردة في افتتاح فعاليات المنتدى الخاص باسم الصين إفريقيا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بضخ استثمارات جديدة في القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن بكين ستظل حليفا وصديقا للدول الإفريقية معربا عن أمله في بناء علاقات جادة مع كل الدول الإفريقية. ولأن الصين جادة جدا في أنها تدخل في داخل الدول الإفريقية يكون لها استثمارات، يكون فيها لها تعاون بشكل ملحوظ مع كافة الدول الإفريقية، لأنها مدركة تماما أن القارة الإفريقية مليئة بالثروات، مليئة بالمساعدات اللي ممكن تجعل من الصين دولة يعني من الدول الأولى. والتعاون ده ما كانش الحقيقة من سنوات قريبة، لكنه من سنوات بعيدة جدا أدركت الصين أهمية قارة إفريقيا، قررت أنها لن تتدخل في سياسات هذه الدول. وده اللي خلى الصين تنجح الحقيقة، إنها تدخل إلى عمق الدول الإفريقية ويكون في تعاون ملحوظ، وده كله أتى بمبادرة صينية. يعني كانت البداية من قبل الصين لما أدركت إن مصر أولا هو المدخل لقارة إفريقيا، ثانيا إنه الدول الإفريقية مليئة بالثروات اللي محتاجة اهتمام واكتشاف وتعاون من قبل دول كبرى زي الصين. معنا جزء من كلمة الرئيس الصيني، هنخرج نشوفها مع حضراتكم ونرجع مرة تانية. في النور الحقيقة البان. قبل الشهر ونيف زرت إفريقيا لمرة رابعة كرئيس الصيني، وهي أيضا زيارتي التاسعة لقارة الإفريقية الجميلة. خلال زيارتي رأيت بعمي عين ولمرة أخرى أراضي إفريقيا الخصبة والجميلة وتنمياتها الحيوية وشعوبها السعية وراء حياة السعيدة. الأمر الذي يرسخ إيماني بأن التنمية في إفريقيا لا حدود لها، ومستقبل لإفريقيا مقبل على أمال عريضة. والتعاون الأودي بين الصين وإفريقيا أمامه أفاق رهبة، وعلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي الشامل بينهما تستشرف مستقبلا مشرقا. الشجرة العميقة جذور تثمر، والمصباح المليء زيت تضيء. إن التاريخ له قانونه ومنطقه. كانت الصين وإفريقيا لما لديهما من المعاناة المتشابهة والمهمة المشتركة تتضامنان وتتأزران في الماضي وتشقان طريق مميز بالتعاون وكسب المشترك. في هذا الطريق ظلت الصين تلتزم بمفهوم الصدق ونتائج حقيقية والصداقة وحسن النية، وتسعى وراء الخير الأعظم والمصلحة المشتركة، وتتضامنان مع الدول الإفريقية بروح فريق واحد لتحقيق التقدم المستمر. تلتزم الصين بالصدق والصداقة والمساواة في التعاون. ظل شعب الصين البالغ عدده 1.3 مليار نسمة يربطه مصير بالشعوب الإفريقية البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة، يحترم إفريقيا ويحب إفريقيا ويدعم إفريقيا، ويلتزم بلاءات خمسة، أي لا يتدخل في جهود الدول الإفريقية لاستكشاف الطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية، ولا يتدخل في الشؤون الداخلية الإفريقية، ولا يفرضه على الآخرين، ولا يربط أي شرط سياسي بمساعدات إلى إفريقيا، ولا يسعى لكسب مصلحة سياسية لنفسه خلال الاستثمار والتمويل في إفريقيا. في النور الحقيقة البان.
وده اللي خلى الصين من ضمن أكبر اقتصاديات في العالم ومعدلات النمو فيها عالية جدا، وخلى كل بلد فيها عدد كبير جدا من المنتجات الصينية. وأتذكر أنه يمكن من فترة ليست بالبعيدة كان الرئيس الصيني بيقف في محفل كبير وقال أنه نهضة البلد هتكون لما ألاقي كل بلد فيها من منتجاتنا الصينية. وفعلا يعني كل اللي كانوا بيحلموا بيه تحقق على أرض الواقع، وكل الدول يعني من الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا منتجات صينية، ويمكن احنا شايفين ده بشكل كبير جدا في الأسواق المصرية. نروح لخبر تاني، وشكري يؤكد على أهمية مشاركة الرئيس السيسي في منتدى الصين إفريقيا. أكد سامح شكري وزير الخارجية على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الصين إفريقيا، مشيرا إلى العلاقة التي تربط بين الصين ودول القارة الإفريقية من تقديم منح وقروض ودعم لجهود التنمية بدول القارة، والمركز الذي تحتله على الصعيد السياسي لدعم الدول الإفريقية، والذي يجعل من هذا المنتدى مناسبة مهمة لاستمرار التواصل والتعاون والتنسيق مع الصين. أضاف أيضا في تصريحات صحفية من العاصمة الصينية بكين أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، وسوف تستمر من خلال هذه الرئاسة في رعاية هذه العلاقة الخاصة التي تربط الاتحاد الإفريقي مع الصين، والعمل على الاستمرار في استخلاص المصالح المشتركة بين الجانبين. كمان في تصريح مهم لأمين عام الأمم المتحدة بيقول نثمن جهود التعاون بين الصين وإفريقيا. قال الأمين العام للأمم المتحدة أن الدول الإفريقية أجرت الكثير من التطورات الجذرية خلال الأعوام الماضية، وأضاف أيضا خلال كلمته بالمنتدى الصيني الإفريقي المقام بالعاصمة الصينية بكين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الصين وإفريقيا معا قادرتان على تحقيق تنمية وتطوير مستدام للبشرية كلها. احنا معنا جزء من كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، هنخرج نشوفها ونرجع مرة ثانية. في النور الحقيقة تبان. الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، رؤساء الدول ورئيس المفاوضات الاتحاد الأفريقي السيدات والسادة، أشعر بالفخر لتواجدي معكم هنا هذا المنتدى الخاص بالتعاون الصيني الأفريقي. هو تجسيد لأولويات الأمم المتحدة للسعي نحو تحقيق العولمة ودعم التنمية التي لا تترك أحدا في إطار من القوانين والعلاقات الدولية التي تدعم العلاقات المؤسسات الدولية. إن الصين قامت بتحقيق تقدم ملحوظ في السنوات الأخيرة بتحقيق خفض في مستوى الفقر بصورة غير مسبوقة من وقيام بمبادرات مختلفة وبناء طرق. إن أفريقيا أيضا قامت بالكثير من التطورات الجذرية من خلال الاقتصاديات الفعالة، والصين وأفريقيا معا يمكنهما من توحيد جهودهما لأجل تحقيق تنمية وتطوير مستدامة للبشرية كلها. من الهام أن تستمر أطر التعاون الحالية لتحقيق السلم والأمن ولبناء مجتمعات من المستقبل المشترك للبشرية. إن الصين وأفريقيا قامت بتقوية علاقاتهما في السنوات الأخيرة من خلال التبادل على مختلف الأصعدة. إن عمليات التنمية تم القيام بها من خلال طرق مختلفة، مثل خطة التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي في 2016. أنا أثمن تلك الجهود والتعاون المعتمدة على ميثاق الأمم المتحدة لفائدة تحقيق الفائدة للشعوب بأكملها. واسمحوا لي أن أذكر 5 مجالات أعتقد أنها هامة لنجاح مثل تلك الشراكة.
أولا تعزيز أسس التقدم الأفريقي من خلال تعاون أكبر للصين وأفريقيا، يمكن أن يؤدي إلى خلق بيئة مستدامة للتنمية في أفريقيا، من شأنها أن تكون شاملة تحقيق الدعم المالي لمشروع قطاعات البنية التحتية، وأمر هام لبناء القدرات، حيث تدرك الدول الأفريقية مدى إمكانية تحقيق المنطقة التجارية الحرة. وأيضا لابد من دعم وتقوية الأنظمة المختلفة لمساعدة الدول الأفريقية على تحقيق سياساتها وصناعة القرار. في النور الحقيقة تبان. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية في النور، ومعنا على التليفون دكتور عدلي أنيس، أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بتأتي قمة بكين 2018 بعد تطورات بتهيئ التعاون بشكل أوسع ما بين الجانبين، خاصة بعد مبادرة الحزام والطريق اللي تبنتها الصين بمشاركة مجموعة من الدول الإفريقية. تعقيب حضرتك. أهلا وسهلا بك. أنا الحقيقة خليني أقول، يعني أبدأ حديثي مع حضرتك بأنه مصر مهتمة جدا بعلاقاتها مع الصين، وهي الحقيقة زي ما حضرتك عارفين علاقات تاريخية، علاقات ليها جذور بعيدة يعني. وفي أوجه تشابه كتير بيننا وبين الصين كحضرتين من الحضارات القديمة اللي ليهم تاريخ وليهم جذور تاريخيه عميقه يعني. الحقيقه من ضمن الاهتمام مؤسسات الدوله بمساله الحزام الطريق، قبل ما انتقل بس لفكره منتدى الصين افريقيا، احنا اشتغلنا الحقيقه السنه اللي فاتت على مدار 10 شهور تقريبا او سنه في بحث عن مبادره الحزام الطريق واثارها السياسيه والاقتصاديه على مصر. وكان معنا فريق عمل الحقيقه من الدكاتره والاساتذه. بس عشان نوضح للساده المشاهدين، مبادره الحزام والطريق هي اعاده احياء مسار طريق الحرير. بالظبط. تمام كده. طريق الحرير هو طريق تاريخي قديم، عمره يعني كان موجود من حوالي 2000 سنه فاتوا، وكان هذا كان من اسمه واضح ان كانت السلع الاساسيه اللي بيتم نقلها عبر الطريق هو الحرير، وده اللي كانت بتشتهر بيه الصين في الوقت ده. الطريق الحقيقه طريق بري، كان بيجي من شرق من الصين نفسها، يعني من شرق اسيا، وبيمتد لوسط اسيا وحتى يصل الى غرب اسيا، الى ثم ايران ثم تركيا. تمام. والطريق كان بيتم نقل بضايع تانية كتير يعني عليه، وهو كان عبارة عن شبكة من الطرق الفرعية كمان اللي بتوصل بعدد كبير من الدول. بعد سنة 2013، عشان لو حبينا نوضح برضو للسادة المشاهدين فكرة الحزام الطريق، سنة 2013 الرئيس الصيني أعلن عن المبادرة، والحقيقة كل المنتديات اللي بتتعمل سواء تعاون الصين افريقيا او التجمع الخماسي للدول الخمسه اللي هي روسيا والصين والبرازيل وافريقيا الجنوب او جنوب افريقيا والهند، دول ده برضه تجمع اقتصادي، كل هذه التجمعات كلها بتصب في محور واحد هو مبادره الحزام والطريق. طيب حبينا نوضح برضه ايه هي مبادره الحزام والطريق، هي احياء لطريق الحرير القديم، ولكن ليس الطريق البري فقط، ولكن هناك ايضا طريق بحري اضيف في المبادره الجديده، بحيث انه يبقى الطريق البري القديم بس، لكن يمتد كمان لحد غرب اوروبا ليصل الى لندن والى مدريد في اسبانيا، والطريق البحري يبدا من السواحل الجنوبيه للصين مرا بالمحيط الهندي ووصولا الى قناه السويس في مصر ثم الى البحر. طيب. المتوسط. سؤال بديهي، الدول الافريقيه هتستفيد ايه من هذه المبادره؟ عايز اقول لحضرتك انه احنا لما جينا نشتغل في البحث اللي ذكرت لصوتك اسمه اللي هو مبادره الحزام والطريق، كان مهم بالنسبه لنا قوي نشوف مدى الاستفاده اللي هتستفيدها مصر من هذه المبادره. اول حاجه انه في يعني بنك في مجموعه من المؤسسات التمويليه او الماليه انشئت
منها بنك الاسيوي للاستثمار، البنك الاسيوي للاستثمار، ومصر كانت عضوا مؤسسا فيه من بدايته من سنه 2014. وهذا البنك وظيفته انه يوفر اموال للاستثمار في كل دول الحزام الطريق، بل انه حتى الدول اللي لسه ما دخلتش المبادره في بعض الدول الافريقيه هي هتستفيد او مخطط ليها انها تدخل في المبادره فيما بعد. طيب ارجع تاني لسؤال حضرتك، ايه الاستفاده؟ ان هناك استثمارات مباشره صينيه هتوجد في هذه الدول، وبالتالي الاستثمار معناه مشروعات، معناه توفير عماله، يعني فوائد اقتصاديه لهذه. يعني بما انه مسار هيصبح مسار تجاري، فالمسار التجاري على جانبيه طبيعي يكون في مجموعه من الاستثمارات والمشروعات الكبرى الضخمه. طيب لو هنتكلم على مصر تحديدا، ايه الاستفاده اللي هتعود على مصر؟ احنا بعد البدائل بالنسبه لنا ان احنا نقدر كمان نستفيد من الطريق البري. يعني احنا في مصر نقدر نخترق بعض الطرق البريه او بالسكك الحديديه بعض الدول الافريقيه الحديثه، فيبقى ده يدي ميزه نسبيه اكثر الحقيقه لمصر. تمام. قناه السويس وضعها ايه في هذا الطريق؟ خلينا اقول لحضرتك حاجه مهمه، ان هناك كثير من الاراء حول قناة السويس في مبادرة الحزام الطريق الحرير الجديد. قناة السويس هي عنق الزجاجة بالنسبة لطريق البحري أو اللي هو بنسميه الحزام. يعني خلينا برضه أقول إن كلمة حزام هو طريق يقصد بها حاجتين، الحزام هو الطريق البري والطريق يقصد بها الطريق البحري. مصر هي الأساس وحجر الزاوية بالنسبة للطريق البحري، وده يفسر ويبرر اهتمام الصين الكبير بمصر في هذه المبادرة. طيب هل ده هيبقى إيجابي على قناة السويس ولا سلبي؟ هناك سيناريوهات بتؤكد أنه إيجابي، لأنه هيزود حركة، طبعا حركة التجارة هتزيد على مستوى العالم، النقل البحري الضخم هيزيد، فمتوقع فوائد كتير على قناة السويس، بالإضافة للمنطقة الاقتصادية اللي في جاري العمل فيها دلوقتي في منطقة قناة السويس، المنطقة الاقتصادية يعني، لا يقام فيها عدد كبير من الشركات، وفي منطقة مخصوص كمان للمصانع الصينية في المنطقة دي. طيب ده الجانب الإيجابي أو السيناريوهات المتفائلة. طيب الجانب السلبي بقى، وإذا كان في جوانب سلبية؟ بتذكر حاجة مهمة، إنه هذا الطريق البري ليس فقط طريق يعني بري لنقل شاحنات أو كذا، لا ده هيبقى طريق بري وطريق سكك حديدية فائقة السرعة وخطوط أنابيب، خطوط غاز وخطوط أنابيب لنقل بترول. فبالتالي هناك تخوفات، لا منكر أن قد يحدث بعض الناس بتنظر إنه يحصل يعني انخفاض في عدد السفن اللي بتمر من قناة السويس إذا ما كان هذه المنتجات هتمر تبقى طرق بديلة يعني عبر الأنابيب وكذا. لكن الواقع ان احنا الرد على هذا التخوف من وجهه نظري انا شخصيا ومن خلال عملنا في الدراسه اللي قمنا بها في معهد التخطيط القومي، بشوف انه انتقال عدد كبير من الاستثمارات والمصانع الصينيه وانشائها في منطقه قناه السويس هيجعل من قناه السويس ليس ممر بتمر في التجاره من جنوب غرب من جنوب شرق اسيا الى اوروبا، ولكن هتبقى نقطه بدايه لكثير من المنتجات التي كانت تصنع في الصين وتعبأ يعني ويتم شحنها في السفن اللي تمر من قناه السويس متجهه الى اوروبا. عشان كده انا بسال حضرتك هذه التخوفات الحقيقه يعني بننظر لها برضه باهتمام، ولكن اتصور انه ما يجري على ارض المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس يعني يخفف الخوف من هذه. طيب يعني بناء على دراسات واحصائيات يا فندم، هل وجهه نظر حضرتك دي، لانه فعلا انا سالت السؤال ده لانه في الكثير متخوف انه هذا الطريق يكون بديل لقناه السويس او يؤثر بشكل او باخر على عدد السفن اللي بتعبر من قناه السويس، وخصوصا ان احنا يعني قناه السويس الجديده كان مشروع يعني معقود عليه امال وطموحات كبيره جدا، وبالتالي ده ممكن ياثر بشكل سلبي. البعض يعني ذكر مجموعة من الإحصائيات والأرقام لا نعلم مدى دقتها، عشان كده أنا بسأل حضرتك، هل يعني تفاؤل حضرتك ده مدعوم بمجموعة من الإحصائيات والأرقام اللي بتؤكد أنه هذا الطريق لن يؤثر على قناة السويس؟ شوفي خليني أقول لحضرتك حاجة مهمة، أنه إحنا في دراستنا للنقل أو في جغرافية النقل
عندنا قاعده مهمه جدا ان كل وسيله من وسائل النقل لها تكلفه في انشائها وتكلفه في استخدامها. تمام. ما زال النقل المائي والبحري هو ارخص وسيله نقل موجوده حتى الان. ولا زالت السكك الحديديه رغم انها ارخص مثلا من النقل الجوي، طبعا ما فيش شك ارخص من النقل بالشاحنات على الطرق البريه، لكن ما زال في حاجتين مهمين لازم نلفت النظر اليها ليهم بالنسبه للسيناريو او للمتخوفين. اول حاجه ان الحموله التي يمكن وضعها او شحنها في السفن البحر، السفن اللي بتنقل بحرا، لا تقارن ابدا بما يمكن شحنها عبر السكك الحديديه، لان طاقه القطار مهما يعني تم تحميله لا يمكن ان تصل حتى مش هياخد الساعه اللي ممكن في النقل البحري. تمام. السفن دي حاجه. الحاجه الثانيه ان كمان انه تكلفه انشاء الطرق فائقه السرعه دي لذلك في يعني مرتفعه، قد يحدث مستقبلا بعد 20 او 30 سنه انه يحصل انه يقدروا ينتجوا بتكنولوجيا معينه يعني تقلل التكاليف، ربما ده يحدث، لكن انا بقول انه لا يمكن ابدا للنقل بالسكك الحديديه في اي حال من الاحوال ان يعوض النقل عن طريق السفن. انما لو انت حضرتك سالتيني عن التخوف الاهم اللي ربما بعض ما ذكروش، هو سواخات سكك حديد اشدود الولاد اشدود اللي بتقوم دلوقتي اسرائيل بانشائه. بالظبط. ده اللي احنا عندنا تخوف اكبر منه الحقيقه. والواقع انه الصين لا يعني لا ما بتبنيش علاقات مع دوله على حساب انها تهد علاقات مع دوله ثانيه، يعني الصين متعاونه مع مصر، متعاونه مع دول الافريقيه. بالظبط. متعاونه ايضا مع اسرائيل، يعني ليست يعني سياسيا فتحه ذراعيه للجميع. فالصين داخله باستثمارات في هذا الخط، والمدقق والمحلل لما حدث في مصر بعد 2011 يعني ان الصين وده واقع، يعني خلينا نقول بصراحه، وجدت ان تجارتها وكل اعمالها يعني كانت متوقفه على سلامه المرور من قناه السويس. ده حقيقي. في ظل كل ما حدث من ظروف استثنائيه في مصر بعد 2011. اشكرك جزيلا. الصين حاليا تضع بدائل كثيره لتجارتها يعني لروافد اللي بتصرف فيها للفروع اللي هتصرف فيها اقتصادها، بحيث انها لا تقف او تربط مستقبل اقتصادها بقناه واحده. تمام. هي قناه السويس. اشكرك جزيلا دكتور عادل انس. يعني انه هياخد البدائل دي تبقى هي الاساس، وقناه السويس دي تبقى زيها زي بقيه البدائل. انا اعتقد ان ده لا يمكن يحدث، انما هي بدائل للظروف الطريقه من وجهه النظر الصينيه. شكرك جزيلا يا فندم، شرفتنا ونورتنا دكتور عادل أنيس، أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية بجامعة القاهرة. وعلى كل الأحوال هي ما زالت مبادرة في طور الدراسة، لكن احنا محتاجين النهاردة كمان في فقرتنا نلقي الضوء عليها بشكل أكبر، تأثيراتها الإيجابية والسلبية، وإزاي مصر ممكن تخرج من هذه المبادرة بأكبر مكاسب ممكنة، لأنه دولة كبيرة بحجم الصين زي ما قال دكتور عدلي بتوجد لها أكثر من ممر وأكثر من مخرج، علشان يعني ما يبقاش مصيرها أو مستقبلها في هذه القارة متوقف على دولة واحدة فقط. نروح لخبر تاني، ورئيس السيسي بيلتقي سلفاكير في بكين، وشكري ندعم استقرار جنوب السودان. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في بكين رئيس جنوب السودان سلفاكير، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في أعمال منتدى الصين إفريقيا الذي انطلقت أعماله اليوم. وقال سامح شكري وزير الخارجية في تصريحات صحفية من بكين أن اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن اللقاء شهد بحث آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في جنوب السودان. وشدد وزير الخارجية على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في جنوب السودان لتنعم بالتنمية وتعافيها من الصراع الذي شهدته، مؤكدا على وقوف مصر بجانب جنوب السودان وشعبها، وأن مصر تقدم كل السبل سبل العون وتقدم المنح التدريبية للأشقاء في جنوب السودان بكافة المجالات، منها التعليم والصحة والري
والزراعة. وأشار شكري إلى العلاقات الجيدة التي تربط مصر بشعب جنوب السودان بجانب وجود آفاق واسعة لزيادة التعاون الاقتصادي طالما تحقق الاستقرار، لافتا إلى دعم مصر لخارطة الطريق السياسية التي تم وضعها والاتفاق الذي تم صياغته، مشددا على استمرار مصر في تقديم كل الدعم لجنوب السودان. كمان وزير الخارجية بيشدد على أهمية العلاقات المصرية الإثيوبية لدعم التعاون المشترك. يعني كان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصين التقى برئيس الوزراء الإثيوبي، والتقى برئيس جنوب السودان، والتقى برئيس السودان، وأيضا التقى برئيس الصومالي. يعني عدد من اللقاءات المهمة مع عدد من قادة الدول الإفريقية. وصف سامح شكري وزير الخارجية مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بأنها كانت حوار على مستوى رفيع. وأشار وزير الخارجية إلى زيارته إلى أديس أبابا مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والتي تمت مؤخرا بتكليف من الرئيس السيسي، حيث التقيا مع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بأديس أبابا، ونقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادات البلدين وتطورات مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأكد شكري أيضا في تصريحات صحفية من العاصمة الصينية بكين أهمية العلاقات المصرية الإثيوبية، مضيفا في إطار التطور والتغيير الذي حدث في إثيوبيا مهم أن تظل القنوات مفتوحة والحوار حتى نضع رؤية مشتركة للعلاقات الثنائية، وأيضا للقضايا المرتبطة بإدارة ملف سد النهضة والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والتفاهمات التي أتت من خلال الاجتماعات التسعية. نروح بقى لبروتوكول بين وزارة التموين وجامعة القاهرة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة. والحقيقة أن ده اللي كنا بنطالب بيه بقالنا فترة طويلة جدا. يا جماعة دربوا الناس اللي بتتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، لأنه الناس بيبقى عندها تساؤلات والعاملين مش عارفين يجاوبوا عليها، مش عارفين يتعاملوا مع المواطن، مش عارفين آلية المنظومة الجديدة، أو يمكن قادرين إن هم يشتغلوها لكن مش عارفين يجاوبوا على أسئلة الناس. فكان من الرائع جدا أنه يعني وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل هذا البروتوكول مع جامعة القاهرة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتدريبهم بهدف تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. ويهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين وإدارتها والمكاتب التموينية التابعة لها بكافة مناطق الجمهورية لرفع كفاءتهم. تعالوا نشوف تفاصيل أكثر في التقرير الجاي. في النور الحقيقة تبان. وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتدريبهم، بحضور دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد عثمان الخشط رئيس جامعة القاهرة. ويهدف البروتوكول إلى تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وعقد دورات تدريبية للعاملين بوزارة التموين ومديرياتها وإدارتها والمكاتب التموينية التابعة لها بكافة محافظات الجمهورية لرفع كفاءتهم وتعظيم دورهم في خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تدريبهم على مهارات التعامل مع طالبي الخدمة ومهارات تحليل وحل المشكلات والاتصال المباشر وتنمية مهارات التفكير الابتكاري والإبداع لديهم في تقديم الخدمات وتطويرها. كل هدف الحكومة رفع مستوى أداء الخدمة للمواطن، وإحنا كوزارة التموين وبنتعامل حوالي مع 80% من المجتمع المصري، وده لنا الشرف ان احنا بنتعامل بذلك، فكان لابد من الاخذ بالاسباب وان احنا نرفع من مستوى اداء الخدمه. رفع مستوى اداء الخدمه ليس فقط في تبسيط الاجراءات، ليس فقط في توضيحها، ليس فقط في ان تبقى السلع متاحه، ليس فقط في توزيعها وعداله توزيعها، ولكن مراكز اداء الخدمه وهي المكاتب التموينيه كان لابد ان يعاد النظر لها بحيث تكون مراكز اداء خدمه جيده. كلمه مركز اداء خدمه جيد
ليس فقط هو بالمكان وان احنا نعمل مبنى نظيف ولا نبيضه ولا نجيب اجهزه ولا نجيب مكتب كويس، ولكن اهم عنصر في تطوير الخدمه هو الموظف. وبالتالي كان مهم جدا ان احنا نتعاون مع جامعه القاهره وهي اعرف الجامعات في الشرق الاوسط جميعا وفي افريقيا، وفي نفس الوقت اساتذه عظام لهم من الخبرات العلميه والعمليه بحيث يستطيعوا ان هم يعطوا برنامج يؤدي الى فعلا رفع قدرات الموظفين بالإضافة إلى معرفتهم الأساس العلمي لتقديم الخدمة. في الحقيقة النهاردة وقعنا بروتوكول تعاون مهم جدا بين جامعة القاهرة ووزارة التموين في إطار تدريب العاملين بمديريات التموين ومكاتب التموين التابعين لوزارة التموين من أجل تحسين طريقة الأداء، القدرة على التواصل مع الجمهور، القدرة على تقديم خدمة جيدة، القدرة على حل الأزمات، القدرة على إنجاز العمل بطريقة غير بيروقراطية وسريعة. وده بيأتي في دور جامعة القاهرة اللي احنا أكدنا عليه منذ عام مضى، وأن جامعة القاهرة لابد أن تشارك وتساهم بمساهمة كبيرة ومحورية في كل المشروعات القومية والتمويلية، وأيضا في رفع كفاءة الأداء في العديد من الوزارات التي تحتاج إلى خبرات جامعة القاهرة. دور جامعة القاهرة ليس فقط دور أكاديمي إن احنا ندي لأولادنا المعرفة الأكاديمية، ولكن أيضا دورنا دور خدمي. فتوقيع بروتوكول النهاردة يدخل ضمن نطاق تقديم الجامعة لخدماتها للمجتمع من خلال تقديم خدمات التدريب والاستشارات. وزارة التموين من وزارات مهمة جدا وبتتعامل مع عدد كبير جدا من الشعب المصري ومن الشعب المصري، وبالتالي تقديم خدمة جيدة ده أحد الأهداف الأساسية. وبالتالي جاء بتوقيع بروتوكول لتنمية قدرات الموظفين في مكاتب التموين لحسن تعاملهم مع الجمهور. الحقيقة البروتوكول عبارة عن مبادرة متميزة الحقيقة من جانب الوزارة بتوجيهات من معالي الوزير، وقادها الحقيقة خالد بيه شرف الحقيقة بالتعاون معنا في مركز البحوث والدراسات التجارية. وكانت المبادرة عبارة عن إعداد منظومة كاملة لتدريب العاملين في قطاعات الوزارة وفي مديريات التموين والمكاتب التابعة ليها. التدريب في مضمونه الحقيقة موجود في الوزارة، لكن المبادرة بتاخد جانب التركيز على دور موظفي وزارة التموين في خدمة المواطن وفي تقديم الخدمات المختلفة اللي بيقدموها من خلال المكاتب والمديريات بشكل أكثر تميزا وأكثر راحة للمواطن المصري. كان لازم نفكر ان احنا قبل ما نبدأ نشتغل في بنية تحتية وفي نظم معلومات ان احنا نستثمر في أهم عنصر الاستثمار ألا هو العنصر البشري. الاستثمار في العنصر البشري هو أنا بعتبره بوابة الاستثمار. لو أنا هعمل بنية معلوماتية ولو أنا هعمل تطوير إنشائي ومكاني، إذا ما كانش العنصر البشري يبقى على التوازي بيتم تأهيله علشان يواكب التطورات اللي هتتم، يبقى النتيجة مش هتكون زي ما احنا بنرجو. فكان التركيز على العنصر البشري بالضرورة وبالدرجة الأولى، وده أول محور من محاور برنامج الحكومة في مشروعات الوزارة. وزارة التموين واحدة من الوزارات الخدمية المهمة جدا، لدرجة أن الناس أحيانا بتقيم أداء الحكومة بأداء وزارة التموين. اللي حصل النهاردة هو تعاون جديد ما بين وزارة التموين وجامعة القاهرة، الهدف منه هو تحسين أداء موظفي وزارة التموين علشان يفهموا يعني إيه خدمة ويقدموا الخدمات بشكل كويس للمواطنين، خصوصا ان المواطنين اللي بيجوا لوزارة التموين او لمكاتب التموين بيكون عندهم عدد كبير من المشاكل نفسهم انها تتحل. من جامعة القاهرة فريد ادوار، سي تي في. في النور الحقيقة تبان. عندنا خبر الحقيقة وتصريح مهم للي عنده مشكلة طول الوقت وبيستخدم الطريق الدائري، انه الحكومة قالت عقوبات رادعة لمن يخالف قرار منع سيارات النقل على الدائري. كانت السبب الرئيسي والأزمة الكبرى انه العربيات النقل التقيل بتمشي وسط العربيات العادية الملاكي او العربيات الصغيرة، ونسبة الحوادث بتبقى على الطرق دي عالية جدا بسبب انه طبعا حضراتكم عارفين سواقين العربيات النقل شكل سواقتهم بيبقى عامل ازاي، والسرعات اللي بيتخطوها والحمولات الزايدة اللي بتبقى على عربياتهم، وبالتالي ده كان بيشكل مشكلة كبيرة جدا وعدد كبير من الحوادث وأزمة في بعض الأحيان
الاعيان على هذه الطرق. السفير اشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء قال ان قرار منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائري منذ السادسه صباحا وحتى منتصف الليل بيهدف الى ان يكون هناك بديل مناسب للنقل بانواعه. ايه هو البديل؟ افتتاح الطريق الاقليمي بيخلق سيوله مروريه على الطريق الدائري القديم كون لديه استيعاب لحركة النقل بشكل أكبر. وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: وزارة الداخلية ستتولى تنفيذ هذا القرار بحسم ودقة، وهناك عقوبات حازمة لمخالفة هذا القرار. أضاف أيضا أن قرار منع سير النقل على الطريق الدائري والذي يبدأ منتصف الشهر الجاري يوم 15 الشهر ده تم اتخاذه بناء على متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمنظومة النقل الذكي والعمل على الارتقاء بها. يعني من نص الشهر ده مفيش عربيات نقل، المفروض زي ما الحكومة يعني قررت هذا القرار مفيش عربيات نقل من 6 الصبح ل 12 بالليل. أتمنى أنه المواطنين كمان يكونوا إيجابيين ويبلغوا لو شافوا ده، وأتمنى طبعا من القائمين أو المسؤولين عن تنفيذ هذا القرار أنه فعلا يكون في عقوبات رادعة لمن يخالف، لأنه إحنا عندنا في مصر يعني تحديدا فكرة القرارات بتبقى جديدة شوية وتتنفذ بحسم في الأيام الأولى لبدايات تنفيذ القرار، وبعدين بننسى أو بنكسل أو يعني ما بيبقاش في شدة زي الأول. وبالتالي إحنا محتاجين عشان نطبق القانون يكون في تنفيذ حقيقي ويكون في عقوبات رادعة، ولو اتكرر وشفنا بعنينا إنه في ناس فعلا بيتسحب رخصها أو أيا كان بقى العقوبات اللي تم وضعها للي خالف هذا القرار، أكيد الناس هتتعظ ومش هتحاول إنها تخالف هذا القرار، وطبعا كله في مصلحة المواطنين والناس لأن إحنا بقينا أعلى نسب حوادث طرق في العالم. خبر تاني: وزير التموين بيؤكد حق المواطن في صرف حصته من الخبز دون التقيد بحد أدنى. أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن حصة المواطن من الخبز المدعم 5 ترغيفة يوميا بقيمة الرغيف 5 قروش، وأن من حق المواطن صرف حصته من الخبز بدون حد أدنى 5 ترغفة، حيث يستطيع أن يصرف أقل من حصته وفي اليوم التالي يمكنه صرف الباقي. يعني اللي عايز رغيف رغيفين 3 اللي انت عايزه، وممكن تاني يوم تاخد باقي الحصة بتاعتك على الحصة الجديدة بتاعت النهاردة. جاء ذلك على هامش توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة اللي احنا لسه شايفينه حالا لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتدريبه. خلصت أخبارنا، بعد الفاصل هنلتقي مع حضراتكم وآخر الاكتشافات الحديثة للطاقة مع دكتور جمال الأيوبي بعد الفاصل، خليكم معنا.